ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وأصلي وأسلم على نبيه الكريم محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الكرام وسلم تسليما كثيرا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا علما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال وآيات بقول يسديدي الله تنكى مذا سورة البقرة قصة النبي إبراهيم بين كل حجر نياد اسميك عوضة آيات كويفة فهيين حديث كبخاري كسوغن صحيحة يستغنى فاهين انت كسير دارالة أيوب بحنية كور رمية اسمه كعوضة وقت يرى كوبا أدين السينو نبي عليه الصلاة والسلام وحاول ليها عدي وهو الرئيسة سميستي بعد كان دحضة تمر كواي كحدان بقر كيا نعلها يوح لين عدم ويانه وحي هيد نبي إسماعيل هو يدي أجرى الأورنجري وحكو هنا استحاس كي نبي إبراهيم نبي وين هذا هيدا صار الأورنجري مركا سي رات كي هذا وقر يسي مرضى نحضة كحرة طي وحقي هذا دمي رتشي دي سرات كقرينيس وكحي نبي إسماعيل نبي إبراهيم عليه السلام أجرى يا إسماعيل أو يرى مشاه wuxuu dhigay halka ay imika kaacbadu ay tahay oo cidla ah magaalana ahayn kaacbana ahayn wuxuu u siday sibraar biya iyo sibraar timira labadiiba u dhigay oo iska dhaqaajiyay oo waa tagay islaantii way daba gashay waxay leedahay xageed naga tagaysaa way dhowr jeer ku celcelisay walla hadli way xogaa markii ay daba socotay tiri ma ilaahay baa ku fareen aad halkan la dhigtood naga dhaqaajso haab jawaab qaalay bay bixiso waxay tiri idan la yu dayicuna hadaa ilaahay na dayici maayo kala du sidaa ku faray na dayici maayo meel taaga markii uu gaaray buuraha maka ayagii ka yara libdhay ayuu soo duceeyay inta soo qaabilay ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا إلى آية قيبت هذا الدنبال قاعده إلى آية أوبط كي يجي يهل كي يجيوه حان تجيه ما شاعد لضعها بادية بيطانا عن الهينة إلى آية سداء يساء يساء ويألا ديني الدنيا بقى إلى آية بري سورة إبراهيم آخر كيدتك آخرين كريسة الدعاء سيدي بكم مغنع اسكتكي ساقو أمر الله كل شقيني إلا أولياء إلهي وأسكر إلهي أمركم بيقاطع أجرى أما النبي إسماعيل هو يدي نبي إسماعيل ندس اللوغي عربته كفرعا والنبي محمد نكتر عليه الصلاة والسلام هلك إسحاق يعقوب أي كفر عنته هاي رير بنو إسرائيل مركي أي استبرار كي بيها هاي كي تمرتها ومرنين ayna ki xogaa naaska ku duuday oo gaajooday ay baadiyaba biyo macnaa waxay cabtiye waxay cuntaba weyday ayaa yarkii oo laba bogleynaya eegan kari weyday kolba dhan bay u yara carartay halkan imika safa la yiraahdo buurta yara safa oo de kaacbada masajidka dhexdiisa baa oo kaacbada dhinaceeda bariya ayaa yara fuushay waxba yara sheedaalisi waxba way weydo xagga safa u kaacday labada buuro dhexdooda ayay u guclays ayay yara guclays ilaa nafi orod bay kugu aamintay marway hadana tagtay waxba yara bidhaamisa waxba way weyday labada buuro dhexdooda 7 jeer oroday
وهلك أرد كان أي نقولين إن حج كأي عمر هذا وكيمي وعي إسلام تحصل له حصوص صنيع ذكريات وعي لأمهات خالدات ويوين كان تاريخ ذا دايوار يحصل له حصوص صنيع مركي تطبات كل كبروة تاجنت أيه سنقر مقش تبعت نويس مسيسا واحد لسنقر باب حيسب بالدقيس خير سيدا نقاء ويسا عرفتو يرك أكتي سيبه التمدية ده كرم بدو صوفي دي ملك الجبريل وهل كاب ريق وكتاقي سمسم لايد عضو عيال كان سمسم كالايد عضو بو هل كا أبنا عليد عريب تاكو دفت دابد نوحو النقضي ريق رباني هو دي بيها أساس وبهو دي بيه وقل قول ايه تيني لعج على دو نوع عجيب دي هراد با صوم مرايا بيه قل قول ايه قولي ويدو دريار با قصم ايه سو عيد دي بكو چوچيسي نبي محمد وحول الله إسلام تاسي هداني جوجين لهاي نبيها ساق القرآن الدين لهاي وبي عالم كسعود نقل لها سداني لي فرات وكلا أن يركي بي ورابسي يدينا ويعبتي بحيك لا قرابة لسيينا ويسكا انتفاع ستي يدو هالكي يسكدق ملقونا ووبو شاريا وحوري أهل كي لهاي باتينا لهاي دين ضيع ما يه هالكا غا حيشي سوكو أقو qolo waftiyo soconaysta oo reer jurhum la yiraado ayaa yimid islaantii ay la hadleenoo waxay yiraahdeen debiyahan aad u baan kuugu nimiday inaannu ka cabnano ogolow safarka yagani waan idin ogolahay bay tiri laakiin maamulkooda ma lihidin alaale ilaa iska caadi baahayd bani aadamku biyo baad bay isku ciriirsade sidii odayaasheenu sarta ingiriiska haraga ay ugu la qorteen oo kale sameystay waxay tiri way idin ka cabdi لكن ما ملكي ذنب اللي هذين أوقاده مليهن لكي هو انتفاع سهشيس كاسالك على قرطي ويسوق قوريان با ماشو ملوان اكسن با هيد لكن بيالان با كجرت برتي بايد ديگين ودادير بيالين ننحوقه برباري من نغضي نبي اسماعيل لغة عربي غانا أصل قلاد عصاوها وكو هاد لچري لغة عربي غانا سفعان بو برتي انان با اولدسين اسلانتي ويسكرمت أجر الله ورنشر أنت أو كم مقيها نبي إسماعيل نبي إبراهيم عفوا ومقيها مبصر نقمبا إسلانتي سي ماشان ولغي إلا الله يستطيع وفادي سي مبصر نقمبا وحو يمي نبي إسماعيل تيني وينو حاصله حاسكي سيبو يميد مال مال ما كم إذا أنت إلا هاي فصح سوسي يكذب وحو إسماعيل مي وقراب تقايا وقارب نور هذه بل نلاشي نكور هذه مركي يسوع شكتين حاس كيس تاعي والله بلاي بس بان كنا الله واسكدي بنا هاي بيت الإسلام ضيرة بدن أيه نقطوي كويريس and وحلو حدو شكتا سلاني جارسي الباب كفيارة دي سين وبدلنا أشك إسماعيل مركي ويمدنا أنتينا إلى هاي بقى تجني ده أولياء إلى هاي إسكلا هاي شو يجيب مركي بقى به كوري سيدي يعقوب إنما ذي سمرك دول فوق سو مريه سنكي سو دار هذا ووريه يقال دول دار كصاص على ما أنت عدمي كوتي مها هذا ونعكسنا هذا قروح بدن هيبت له أيه محوكو فرين ضعف وحو يقتل فرين إن سلامك جارسي الباب كان آت فيارد يسنا بدش كاس أباه يبو هابوري فيارد وشيء يانا وعديك ديس كم قال يسوع إسلام تاسي فرين تاكا بي فايديني وي كرد قاتس نبي إسماعيل ويسكسي چوغي توكالو قرسدي مدد دير كدبو هدنا نبي إبراهيم يميد تيبو الله كل ما يو ورايست وي بشاريس إسلام إسكبر واقعيسانو إيمانكو قنشاها چوغي نقطة يو والله وحبو إلهي مباندقونا إسلام وحالبو وخيرو وبر واقعيسانو وي بشاريس iyadana intii in leeg buu sheegayo wuxuu leeyahay salaan dhiga gaarsi fayarad albaabka atabadiisa ama fayaradiisa ha iska deysto hadii uu nabi ismaaciil yimid oo uu maalintii soo harimo doontay isaguna dareenkii buu mar labaad helay fariintii buu weydiiyay intii baa u sheegtay aabahay buu haabuuri waxaanu amray inaan adiga ku daayo nabi ismaaciil halkii buu dabeedna nin weyn noqdayo ku taan معنى حديث كاس ما شيء جاي لكن ده يسقى يا قلادي غير جرهم لورنا يسقوا ده الجناين برد دم بدم ب أي النبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام وصعنا يا يمد واسمع عرقيا اسلون كذا لبنا نود ده يسقى يا كل الراجي
markii uu la hadlay ay kala bogteen warkii kadibba wuxuu yidhi ilaahay wuxuu igu amray inaan halkan ka dhiso beyt gurigiisii ah oo loo soo xaji doono oo labadeennaba la ina faray inaynu dhisno waa wada fulinaynaa buu. Sida aayaddan aynu dul maraynaa ay sheegayso 127 dhismihii bay barti ka jeexeen, dhismaha maanta loo tukanaya caalamulislaami, malaayiinka qof ku soo tukanaya ee muslimiinta ah ayuu bilaabay. Wuu jeexay meeshu meel yaroo taagaba ahayd, iminka waa god, laakiin meel taagabay marka ahayd. Kolkii ay gidaarkii xoogaa marinayaan, dabcan nebi Ibraahimna waqtigaa da'diisu ay weynti, ayaa tiigsigii iyo dhagaxa hinjintiisiibaa ku adkaaday. Halkan iminka maqaamu Ibraahim aayaddu ay dhagaxa ay ku sheegtay oo weyn buu soo hinjiyey Ismaaciil. Ismaaciilna kuuli buu ahaa, nebi Ibraahimna wastaad buu ahaa. Kolkaasuu u dhigay dhagaxaasi sakhaalad buu uga dhignaa. Dabeedna intuu isku taagay ayay cagihiisu la diismeen oo taariikhdiisii sii muuqanaysa. Markii ay dhammeeyeen, ilaahay wuxuu faray inuu halkaa dadka uga yeedho, waadin finnaasi bilxaji atuuka rijaalan wacalaa kulli daamir yatiina min kulli fajin camiiq. Yadhmadiina waa gutay, ilaahay intii uu gaadhsiiyeyna way u xajaysaayo, waa u cumraysanaysaayo, waa taa tegaysa. Sidaasiba ay ahayd taariikhda maaragtay kacbada iyo inta uu ku kordhinayo xadiidka saxeixayna marka aynu soo ururino. واي ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ودعي نبي إبراهيم أبد كيسي ودعي ديني الدنيا وحي خير له وعلى ربنا إله يجيو وابعث فيهم أبد كيغا وحد كسور نحصارتا مستقبلك رسولا منهم رسول يجي كم يدا يتلو عليهم كد الأخرية آياتك قرآن كاغا ويعلمهم الكتاب كتاب كان برم معنه سوف فهي والحكمة حكمة كتاب كاكو ترتئي أحاديث سنة بيامية ويزكيهم نظيفية وتربية دي إنك أذوق أنت العزيز الحكيم كي أود بدن باتي عزيزة شيء والبنا حكمة ويالا إلهي وحر ومن يرغب يا نعيا من نعيوي عن ملة إبراهيم نبي إبراهيم دين تيسي من نعيو إلا من قف با نعيو أو ديني سفيها نفسه نفتي سيحمي أو نعس كاليغي سفيها نفسه قفك نفتي سي نعس نما وقوري أيا نبي إبراهيم دين تيسا كوك عن صيريا ولقد اصطفيناه نبي إبراهيم وانو دورني في الدنيا الدنيا دا إلهي با دورتي إمام نما إيه الرسالة دي هرمود وإنه في الآخرة نبي إبراهيم آخرنا لمن الصالحين أنبياء دا وانو ناكسن بو كمديه إذ وقت حسن نبي محمد وطاتك أشياء كورهن تاريخ ديس قال له ربه إلهي سيبا كويل نبي إبراهيم أسلم أنيغا إيهو قانسن aniga igu xiran oo ii hoggaansan buu ilaahay yidhi adoon ii noqo. Qaala markaa nebi Ibraahim baa wuxuu yidhi isagoo jawaab degdega bixiyey aslamtu waxaan isu dhiibay lirabbil caalamiin ilaaha caalamiintoo dhan iska leh waan ogolaaday inaanu islaamo oo aan isu dhiibo oo aan adoon u noqdo. Wawasaa waa dardaarmay bihaa diintaa iyo tawxiidkaa Ibraahimu nebiga la yidhaahdaa wuxuu u dardaarmay banihi inamadiisi inamadiisi isaga dhexlayay komitida buu caqiidada wanaagsan buu dhexal uga tagay u dardaarmay. Wa Yacquub, Yacquubna isaguna diinta islaanimada ayuu u dardaarmay inamadiisa. Waxa uu leeyahay mid waliba, yaa baniya inamadaydiiyow inna allaha astafaa ilaahay wuxuu idiin doortay lakum idinka addiin diinta islaanimadu ilaahay idiin xulay oo uu idiin doortay oo uu idinku manaystay. Falaa tamuutunna ha dhimanina إلا وأنتم مسلمون إذنك أو إلهي أهو قانسانو إيمان إيا إسلانيمو إركضايا عسكضاي ونقريدو هاي دين تماض نبي إبراهيم وحا موقانا يسدا وكدو عيسانا يي سي إلهي كو إلهامي يباهي وإيا ذريادا كفرعا وحا كمدا
نبي محمد عليه الصلاة والسلام يومدي وكسو رح بحي إلهي ومدى الرسول يجا كمي ذا كسو ساربو مركز سيدة الرواية كغاركود باش يجا يان وحن نبي قول الله يوحى أنا نقو أهاي بريدي نبي إبراهيم دعادي إلهي وبريي الله أقبل إبانه وانو يهي رسولك صلى الله عليه وسلم سيدي بؤيم إلهي نمرك ومدى الإسلام كأمة نشيغني سيدان دعادان أمبو مركا نبي إبراهيم إلهي وبريئ إن لا أقبلي أيا ومدى إلهي وقوم النشيكت هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين إلهي وإله الرسول كايدين صادرين تاسو خيرا ويدين لي وحا مركاس نبي إبراهيم دعادي سياي نقط إنه إلهي رسولك ونأكسن أمدك صعد حساره كتابنا أوسيه رسولك سنة كتابك أمدك أوشرحه إليه سأو بريه سيد الله أخريه معنيه سيد الله فهميه حكمت سيد الله قادنا يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم انت سيسوك ضرية سيد الله أخريه أصحابتي النبي النبي محمد بقرآن كقاتل سيد قرآن الله أخريه يستقون أمالك كقاتل مركز سيدة أخرين تيسو أيو سوغنتي تواتر وسوغنتي أي تهي سيدي نبي محمد على ما تلقي من الحضرة الأفصحية النبوية شامع الدين نبي قال هايدي هاب كيف صيح هاي قرآن وأخري تلين نبي قول له أخري وي وقرآن رغني ماذا الله إسكا إلا عليه يجي تشبين تيس أخرين تيسو واجب إنساء الله أخري ونكس مركز ويعلمهم الكتاب وتفسير كيسية معناه أساساً القرآن كودة دروية مركز إرايادنا براته معنيه سنة أدراع عيسو لابد أسائل هاي وقوم النشاك أخرين تي يقول ماه لكن هو أخرين تي يمعنيه حكمة إمام الشافعي رحمه الله سيدو كفة سرأيه وأحاديث النبي نبي قنا وحو الورطة ديو إلهي وحو يسيه قرآن إن لأقوى وحيانا ويسيه حديثك marka horanina nabiga waxa laga qaadanaya waa quraanka qura hadiidka suganina waa laga qaadanaya rasuulka oo waa diinta qayb kamida marka iyadoo la sheegay akhrintii quraanka oo la sheegay si inuu nabigu baraya macnihi ayaa ilaahay wuxuu raaciye way zakii taskiyadan maxay tahay culimada tarbiya waa meel ay dalishadaana waxa ay leeyihiin waa tarbiya waa shay ka dheerada akhrintii iyo macnaha barashadiisi oo ah wuxuu ka saxay oo uu ku carbinayay sida loogu amal falayo ee loo fahmayo marka waa tilaawatun wal fahmu wa fahmu macna alquraan wal amalu bihi ku amal falki bay ka turjumaysa way zakiim u tarbiyeenayay saas u dhisay nabigu sa dardeed ba qarniga u dhisay uu noqday qarniyado dhanka ugu fadli badan ila nabi maxamed ba alayhi salatu wasalam soo saaray u arbiye ducada siba ilaha wa aqbalay nabi ibraahimo aynu arkayna ummada islaamka ah oo asxaabtu hormuud ay u yihiin inuu ilaahay waaqbalaa haddaba halkan waxa ilaahay uu ku xusaya dadkii uu kala reebaya nabi ibraahim oo abtirsanayo nabi ibraahim yaa ku abtirsan kara ka diintiisa raacay ka diintiisa diidayna taa sida yahuudi iyo kristanka iyagana halka iska dhig waman yarqabu an millati ibraahim illa man safiha nafsahu يا نعي دين تي نبي إبراهيم إلا قف نفتي سي سفيه كدغي مويانا سفيه وعوي قف كما قرات تضع أما عقل اللي توي أي تهي إن لها قول له قاميو مرك قفك إنو نفتي سي دكرو قاضاء قف عاقله قيمة له كدغو يينو سفيه كدغو لبدا وحك لسارة دين يدين لان توقفك دين إسلامي إيمان ليه وقف لغو تلقل كرا أخيارا هديك لنا وقف ليتو سفيه وح معناها وليه قف قدانو دين لهين وح معناها وليه هاي مجرو سادر تيد بايل هاي سفيه وكحكو باي ولقد استفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين الدنيا دانا وان دورت نبي إبراهيم آخران الصالحين تكمي ذي ومعنى ذو إلى هاي با دورت أدوني آخرة با نبي إبراهيم waxyaabaha lagu doortay hadii lagu sheegayna waxa weeye isagoo ilaahay ka dambeeyay adoonimada xaqiijiyay ilaahay isu dhuldhigay amarkiisa qaatay diintiisa hirgeliyay oo ku dagaalamay liwaxdu isagoo kaliya ayaa
جهاد كحقيقي أو صنم ياشك تجبيني هو أبو شركين تاع. إذ قال له ربه أسلم بايلهو أسلم إسليب وهو جانسل لا إسلام ماذا وحي كش وحي شيء ساق قلبا وقولا وعملا قلبك يا قولك يا عملك أنت بين وقفك إلهي سليمه. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين كير ذي ذا هي نرشة ذا هي عمل كايجا هي صلاة ذي ذا إن تورن بإلهي بعله أتون إلهي بعنا هاي عمل كايجا إلهي بعله مركزك الجواب وحلا أسلمت لرب العالمين ساسوي وحا آيات عينك فايدة سنة إن قفكو إنه جرمت في ديو واجب بيكو تاعي مركوه رأي نفتي سو في ذنيا ساين قصة كاركين مرك الله بار عيد كاجنو ولا حتى على بذني هو بتكيسة أيو أف في ذنيا مرك كوحك تو مد كاجنو صاص وضيع مرك مر والله النبي إبراهيم يا أنبياء ذا وصير دلعي وحضر كيسة قرآن كونو كورين أيو أو تاريخ ذا ذكوح صيو إنه جرمت أف في ذنيا دتك كاجنو يا أبد كوده ووصى بها إبراهيم وبنيه ويعقوب بها ضمير كاسوح من قنا يسلاني ماذا دينته ملذة يكون ولا يعني أن بيضة سكول دينتين أيد حلوة تجينا ودر دار مية سيد النبي محمد عليه الصلاة والسلام ومضى عامهاني خاصة هامبا وحولها وروحان إذا كجت تجي لحدين شيء هدا عسكتان أيضا أن بنين كتاب الله إلهي كتاب كيس وإلهي كتاب كيس هذا كجت تجي مركو سيد مني إلهي كتاب كيس هدا قبصتان وإركتان أنبن ما يسامبولا واي مركا اللبادو ذا بدر داران كان يوي ألاميذ وليبوح يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون إنما ذا يديو إلهي الدين بو يدين دارت دين معنى قفك إلهي الدين سيو دارت قفك إلهي الدين سيو دارت قفك الدين لآن كل عينة دار شراء الله كبح ولي جيب عدك استهدت عدك وقوبة سيسو الدنيا دورنا من هذه الدورة توقفكا وإلهي حقيسة أنا عدت كلها إن مايا صابح مايا أقول لبني بلاك ليس كوكشرا ليس كمدو ليس كمدو ولا الشيء قال هذا وإذا ليس كمدو أنا عدت كقرني كبلاد دين كل عيبة ليس كمدو باك كقرنا أسفل السافلين إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون هذه منين إذن كو إسلام مو يعني معناه ذو حوي إسلامي ماذا حجستا وحجستا وحجستا أردم كستو إذن كسو قاركو أتكيستا عضو عليها بالنواجد سيدو النبي حسين عليه الصلاة والسلام كوسها تنبدكت كيريدونها إذن تماط إذن كو إسلامي ما كسوغان معناها كفانا دين تينا كنا ولادو كدين ساسومي ذو لبقو دردارمي إنما ديس معناها إذن كحقينا وحكا بأطفاله يو كأيمن طادي بقى إلى هاي وسعلي إن من كان يهودا وأفرى يي حجدا سي أيقف الشلمان نبي عليه الصلاة والسلام يوم مضنا إلى هاي ولا قيمة يا ترى الله وحوري أم كنتم موحى إذا يهودي شهدا مجاب شاك باه إذا إذ حضر يعقوب كل كيو يعقوب كصاح هذا الموت جاريده أستامه جاريده هي علامات كي مقدمات كي وحيابي كهريني مركي كصاح هذا الملك سكرات كي لغو دفتي ميا قوب جوك باها إذن إذ قال لبني إنما دي سيو أكتو غيبو كو يري يعقوب سوى امتحان كقاضية ما تعبدون محايد عابود الدونتان من بعد أنيق الضبالي أنيق واي كانوان سي سعلاح محايد عابود قالوا وحيد هذين الما يعقوب نعبد إلهك نعبد إلهك إلهك أن عابود الدونا وإله آبائك أبياشا إله ذا نعابد الدنا أبياشا سواك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق صدح راس أبياشا ولا بقى ووي أب أيا نعابد الدنا إله ذي ما كلا إله به إله واحد وإله كل يهون أيا نعابدينا ونحن أن نقول له مسلمون السجك كل جبانه كان سنه إلهي وحول تلك تاسي أمة قد خلت وأمة صعتي وتجيو إسكا الله يستي لها ما كسبت وحي ليه وحي أي شقيستين
خير يا شر ولكم ما كسبتم إذنكم أو حالذهين تدكين النولي وحيا شقيستان عملا ولا تسألون الذين ويدين مايو عما كانوا يعملون وحي سمين يان إلى هيدين ويدين مايو الذين قبصن مايو إيجانا وحا سمين إيسان لا قبصن مايو ميدو البقار كيسو إلى هاي حسابين سيدا سائل هاي حجي نمان كي مشركين تي عربات إيا كريستان كي إيا النصارى دي ونمان كان وحي سود ديگانين وحكا شاك شاكان انبيادا oo xiyaabo been ahay soo maloqeen ayay ka sheeg jireen sida darteed ba ilaahay uu halkan fashiliyay yaquub ba sidan ilo yaquub ba sidan waxan kitaabna qorin sanadna lahayn iyo meel adag oo lagu tiirinayo alla wuxuu ku xujeeyay yaquub markii uu sii dhimanayay inamadiisi diinta iyo islaanimada soo dardarmo uu kaga tagay aan goorta goobjoog miya ahaydeen ila cid looga qaateen kahay waa cid goobjoog ahayd weeye idinku waqtiga miya joogteen ilaahay subxaanahu wa ta'aala azalka ahaa mar walba joogay ayaa ka soo wariyay yaquub maqaaladan qaaliga yaquub saasu islaanima ugu dardaarmay ubadkiisa idinku ubadkiisa baa ka sii farcant waxba ka sheegina sayno aayadka dambe ku arki doono ma idinka og ba ilaahay waran doona mise ilaahay ilaahay baa subxaana qul antum a'lamu am illah arrinku saasuu dhacay idinka iyo ilaahay keebaa la odhan karaa wuu ogaa waqtiga ilaahay baa ogaa waa yacquub oo sii dhimanayo geeridu ay ku soo xaadirtay marka almowt geeridu dee waa madii naftu ay ka baxdo hadalkani kama yimaadeenba saa darteed baynu u xusnay muqadamaat lmowt waxyaabaha mowtka ka soo horeeya sakaraadkii nin weyne wadkii waa yaqaanaa ay tilmaamaya inuu hebel dhimanayo markii tumaatidaasi ay ku dhacday ayuu inamadiisii diin buu u dardaarmay sidaa ibraahim iyo yacquub mar kale ilaahay uu ku soo celiyay subxaana sababta yacquub ilaahay ugu soo celinayaa waxa weeye dee iyagiibaa ka farcan israa'iil baa yacquub ah nimankan muranka badan nebiga calayhi salaatu wasalaam la galayna dee ilma yacquub ahaa oo reer banu israa'iil marka labadoodu wada jir bay diin ugu dardaarmeen markay ifka ka tegayeen gaar ahaan yacquubna maqaaladiisii sidana ahayd iyadoo faahfaahsan halkaa waxaynu ka fahmaynaa qofku waxa u muhiimsan ee marxaladahan oo kale oo ummadda kala hadlaya waa inay noqoto masaalixdooda diineed iyo ta aakhiro waa inuu isku dayaa qofkani quluubtooda inuu soo jeediyo inay cashar ka kasbadaan geeridiisa saasay ahaayeen salafku iyo dadkii saalixiinta ah waa wanaagsanaa iskumay hawli jirin xoolaha ay ka tegayaan iyo waxaa yaryarka ahee dhaxalka ahe waxaa in fara badan ka warramayeen aakhira iyo xusuusteeda ayay ka warrami jireen iyadoo aanay xumayn qofku dee inuu dardaarmo oo adduunyada wixii deyn lagu leeyahay iyo wixii tabarucu bixinaya iyo wixii cid ka dhexeeya iyo inuu dardaarmo ay tahay haddana dardaarankan caqiidada ayaa ah kii lafdhabarta ahaa ee kabakacdad ahaa inuu qof ubadkii uga tago oo idhaahdo dee waydinka ah sidii ay ugu soo xaadireen camru bnulcaas saxaabigii jaliilka ahaa ee la odhan jiray baa markuu sii dhimanayay ayaa inamadiisii baa u yimid oo waxay idhaahdeen aabo in badan baad odhan jirtay allow geerida ayaa noo sifeeya oo aada odhan jirtay haddii qof noo sifayn lahaa geerida oo isagoo miyir qaba uu nooga warrami lahaa sakaraadka ayaan jeclaan lahaa waxaa noo muuqata inaad sakaraadaysee bal ka war waa kii lahaa kaana jibaala radwa calaa cunuqi wa kaana shawka fii badni wa kaana nafsii tukhraju min ibra waxaa la moodaa buuraha waaweyn ee silsiladda isku xidhan radwo la idhaahda inay qoorta iga saaran yihin waxaa la moodaa qodaxda kadiga in calooshayda lagu xurbinayo waxaa la moodaa naftayda in irbad daloolkeed laga saarayo cidhiidhiga ay haysta marka adigu almuhim saasaa maaragtay wanaagsan oo qofku inuu idhaahdo war waa arkaysaane dee waddadaasaan maro idinkula haysaane dee ha halmaamina dariiqa xaqa ha seegina marka imtixaanku ka qaaday waxau ihi qaala id xadara yacquub almowt id qaala libanihi maa tacbuduuna min bacdi maxay idin caabudi anigu markaan dhinto waa socdaae maqaaladay ku jawaabeen qaalinimadeeda ilmo yacquub nacbudu ilaahaka wa ilaaha aabaa'ik ilaahaaga iyo kii aabayaasha baanu caabudayna ilaahay adiga ilaaha ku ah aabayaasha ilaaha u ah ilaah keliya ah uma cid walba u ilaaha
إبراهيم وإسماعيل وإسحاق أبياش وكوا مركز سيئري وآن وغمو قنن قول هذا إلهودي إيا أديك إلهاك وآن ماشو آن صور كانوا موقن إلهيالك لدوانيني جران ويسو أفجرانو إلها واحدا وإسكو إله كل يوم أديك إلهاك أبياشا إلهودا أنك إلهيك والله الأحد السمد الفرد إله واحدا ونحن له مسلمون ساسي كفانيا ساسي كبشاريا ساسي كنوالايا تدكا صالحين تاهي ونحن له مسلمون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون إريك إسلام ما صنق نقرأ الإسلام الإسلام والمسلمون وإن من كان ديدنا وأبتر سنة النبي إبراهيم يعقوب أي إسلام ما ديدنا ولا أنه هو إنك حقا تنبكوا أركضونه وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا يجا وحي لأن إسلام هالنقلين يهودي النصارى النقلة أهانون تانا إلا هاي نوح الله يهودي يهودي النماء النصران النماء عدي إذن الشيء كو أبتر سنة إسان ee anbiyaada aha uma dardaarmin islaanimada u dardaarmeen ka islaanimada haysta ku abtirsanayay xariga ilaaha u jaraya wa nahnu lahu muslimun saasa laga doonaya ummada islaamku inay islaanimadooda ku faanaan halka laga yaabo inay dad badan ka xishoonayaan islaanimadooda iyo digitooda iyo qaar koodna magacooda markii la dabagalay dadkan dibadaha marmara iyaga markii hore ba qaar ana isku qolaan waxu doontay in yar arsaaqada u doontay ee Cabdullaahi iyo Cabdiraxmaan iyo lagu xiray ay yiraahdeen warfaa jiilal xagaa magacaasana wanaagsanaan lahaada ee ka magacyaashooda ayaa shii hore gaboobay ee magac Soomaaliga aha ayaa dad badan suuqba wax oo magacyadoodii ay u bedesheen laakiin waxa la doonayaa qofku islaanimadiisa iyo diintiisa deenu ku faano oo ilaahay baa uma naxsan qawlan mimman daa ila Allah wa amila salihan wa qala innani min almuslimin يا كهذا الوناكسن إنك إسلامي مديس كوي اعتساسي كفاني فافني كرو قاضي ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت وأمتك تيتاس أبا ياشين نبي إبراهيم نبي إسماعيل نبي إسحاق وأمتك مركا نوحا آيات دو آي موچين إسا سيدا آبها اللوغو مقا عابا آبو أو وياشنا آبا ليلا آبائك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق هاي يغلف تقول دي دو آبا يالون أوو يو آبا سادر تيد باي أوو ألكو كورن الله هطو آبا يدادو مشكلة ماله ومسلا بحل كان هدية شير حريد سيول الله علماء قاركو دي سوقاتان وإلهين أوو آبوه لمي دي هاي سآيات دانيبا عيشتك دي حقا بحل باب كامركي كده لشنين ummadaas waxay leedahay wixii ay kasbadeen idinkuna waxa kasbateen laydin walaa tusaluna amma kaanu yacmaluun wixii ay sameeyeen laydin waydiin maayo haduu gaf ka dhacay laydin ma qabto idinka hadii gaf idin ka dhacayna iyaga looma qabto ayadu waxay cadeysay shayga la yiraahdo aanada inaana ilaahay agtiisa oolin iyo islaamka toona walaa taziru waziratun wizra ukhra man amila salihan fali nafsi ومن أساء فعليها قف لي بدي بيا ديف وحو جيستي سقاله أرادوا آدمها اللي تاع عدالة در هذا كصعنة يا شقذ ذوي يا شقل كجاهلية ذوي هل كاسيب أمرك وح إلى هاي وحصيا قف كلي تاع عدو ناكسن أرض الشيء أو كأب ترسنا يو إن أنا كنا بتجلين لم محمد عليه الصلاة والسلام إلى هاي بآيات كسود الشيء ولا وأنذر عشيرتك الأقربين dadka qaraabadaada aad ku xiga udig u digayo korbu ugu yaro hoos buu yaro jilibadii sara quraaysha ku ka hooseeyo markii u dambeysay aalo baytkiisii buu yaro inantii faadima wuxuu leeyahay faadima intaynu ifka joognaa dunida waxa doonaysay waydiisa waan ku siinay aakhiraha duu ilaahay ku qabsada ku maareyn maayo anigoo nabi maxamed markii ilaahay xaqiisa ka dhisnow oo arinka iska giij oo diin iyo iimaan ayaynu isku raaci karnaa buu nabigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam وحاو نبي قول لي ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه حديث كيس صحيح مسلم كسقنا قفك عمل كيس ودبرده أبتر سيمدي سمي قديمي سيئوك هذا قرآن كوحو كوار رمي نبي النوح وإن كيس وهلاقي كتغي إسلانتي سيناء بدر عليه بيها مدبت بادي لائه تصالى قرآن كوكو بحي في آخر سورة التحريم سادك آخر كريس وعكلين كفى إذا سنينا قا
qofku dee haddii ubadkiisu uu xumaado isagu wanaagsan inaan loo qabsanayn, looma qabsanayo. qof walba sidiisaa ilaahay u xisaabinaya, saa aayad baa caddaysa. waxaa kalaynu ka fahmaynaa qofku hadduu tegey isaga iyo ilaahay baa isarkay inaan waxba laga sheegin. nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu lahaa dadka waxba ha u kala tirinina kuwa dhintay, fa innahum afdaw ilaa maa qadamuu, aw kamaa qaala calayhi salaatu wasalaam, dadka dhintay iskaga hadha faalladooda iyo caydooda iyo waxkasheegooda. waayo qof waliba wuxuu la kulmay wixii oo horow shaqaystay camalaha. waaye wa qaaluu waxay yidhaahdeen nimankii gaaleed ahlulkitaabka la odhanayay iyagoo dadka warbaahintooda kala hadlayaa waxay yidhaahdeen kuunuu waxa ahaataan huudan yuhuud noqda bay yidhaah, aw nasaara ama kristan noqda, kuwa nasaarada la yidhaah, tahtaduu waydin hanuuni doontaan bay dadka ku yidhaahdeen. qul waxaad tidhaahdaa nebi maxamedow bal labadaa midna noqon maynaa, allah naga nabadgeliye, millata ibraahiima natabicu waxaanu raaci doonaa millata ibraahiim, nebi ibraahim diintiisii baanu raaci islaamnimada ahayd, waana diintii nebi maxamed, xaniifan isagoo xaqa usoo leexanayay nebi ibraahim, xaniifan xumaantuu ka soo leexanayay yahuudiyanimada iyo nasaraannimada wuxuu u leexanayay xagga islaamka. wamaa kaana mid almushrikiin, nebi ibraahim gaalada kamu mid ahayn. ummaddan ilaahay wuu tilmaamay oo wuxuu yidhi quuluu waxaad tidhaahdaan dadka muslimiinta haddaad tihiin, aamannaa billaah, ilaahay baanu rumaynay, wamaa unzila ilaynaa, waxyiga nalagu soo dejiyey ee qur-aanka baanu rumaynay, kitaabka iyagan, wamaa unzila, kutubtii lagu soo dejiyeyna waanu rumaysannoo ma diidanin, ilaa ibraahiima wa ismaaciila wa isxaaqa wa yacquuba waalasbaat, intaasoo nebi waa ibraahiim iyo nebi ismaaciil oo inankiisiiya iyo isxaaq oo inankii labaada isaguna nebi ibraahiima iyo yacquub oo isaguna ina isxaaq, waalasbaat waa inamadii yacquub uu dhalay 12 ahaa, intaaba kutubtii lagu soo dejiyey ma diidayna waa rumaysannay. wamaa uutiya muusaa wa ciisaa, wamaa kutubtiina waanu rumaysannay uutiya la siiyey ilaahay uu ku soo dejiyey muusaa wa ciisaa, nebi muuse iyo nebi ciise, wamaa kutubtiina waanu rumaysannahay uutiya la siiyey annabiyuuna ambiyadii ilaahay min rabbihim, ilaahooda xaggiisa laga siiyey, walaa nufariqu, kala saari mayno, waxaa ummadii hay tidhaahdaan ilaahay baa inoo la qimaye, walaa nufariqu, kala saari mayno bayna axadin minhum, walaa nufariqu, ha cafwan, laa nufariqu wow baana lahayn, laa nufariqu, kala saari mayno bayna axadin minhum, cid ka mida ambiyada oo kana rumayn mayno kana diidi mayno waa wada rumaynayna, wa naxnu annagu lahu muslimuun, ilaahaasaanu keligii u rumaysannahay, sidaa dhaha. sidaasaa ilaahay ummaddan uu tilmaamay. ilaahay baa ka warinaya subxaana, hadallada xunxune ummaddaasi ay yidhaahdeen iyo waxyaabaha ay dadka ku waaniyaan iyo waxyaabaha ay baahiyaan iyo waxyaabaha ay dadka ku soo jiitaan, intay dadkii la hadleen ciddii ay isku waqtiga ahaayeen iyo ciddii ay gaari karayeen baa waxay yidhaahdeen waar yuhuud noqda nasaara noqda ahanuunteene, dad yow haddaa hanuunka doonaysaan yuhuud iyo nasaara noqda, haddaa horumarka doonaysaan iyo inaad noqonaysaan dadka adduunyada koowaad dee diintayada qaata bay dhahe. macnuhuna maaha inay maqaaladan isku waafaqsan yihiin labada qolo, taa ayaadkii hore aynu ku soo maraynay qolaba qolada kale inay eedaysa. waqaalat ilyahuudu laysat innasaara calaa shay, waqaalat innasaara laysat ilyahuudu calaa shay, qolaba qolada kale tii kuwaas waa bilaadiin waxba kama jiraan waxooda, marka qolo waliba gaarkooda u tiri. badeecadda ibliiskaee liidata iyo diin la-aanta bay qolo waliba hanuun ku sheegtay, tahtaduu bay dhahe, saas weeye. marka diin laawuhu ha lagu hanuun u yaqaanaa, hanuunkana ha lagu u yaqaanaa, ha lagu horumar u yaqaanaa, horumarkana dibdhac buu u yaqaanaa. sidaa darteed bayn bilowga suuradda ku soo marnay marka la yidhaah waa dhulka ha fasahaadiinina, maxay odhan jireen innamaa naxnu muslixuun, waar waxbaanu hagaajinayna, caalamka waa adiga arkayo yuhuud iyo nasaara waxa dab ka baxaya shidaya, waxalla waxaa fitna ka soconaya ee muslimiinta dhexdooda dee say isugu direen iyo sida ay u laayeen iska daayo xataa gaalada dhexdooda,
waxa dhibaato ka jirta iyagaa loo siiya wax xaqiiqo jirta weeye weliba yuhuudda asal ah kuwa nasaarada laftigoodu iyagaa dusha ku sita oo xambaarsan oo ay la ildarayn lidaalik baa istaraatiijiyadahooda ay ka mid tahay falaasifadooda mid ka mida waxa uu lahaa oo maaragtay brofesoradii jaamacadaha ingiriiska wax ka dhigayay ummadda si loo xukumi karo waa in cadow loo sameeyaa buu oo caalamka kolba fitan qayb ka mida laga abuuraa haddii cadowga laga waayo buu dhulka dushiisa waa in dayax gacmeedka looga raadiyaa buu dayax gacmeedka dad isku haysta ama dad kaga soo duulaya waa in loo sheegaa oo la yidhaa kuwaasaanu idinka hayna macnaha si aad madax ugu noqon karto si aanay kuugu soo jeesan si ay codka kuu siiyaan ma ashbaha layla bilbaarix maqaalada ninkaasi uu lahaa falaasifadoodu ka mid ahaa waa taa ay maanta ka duulayaan bal doorashaa la galayaa kumayaal kumayaal kilomitir meel inoo jirta ayaa doorasho laga galayaa dagaalka ciraaq ka socda iyo muslimiinta dhexdoodana way ku galayaan oo kala cod lagu siinaya oo kan laga gadaynaya wallaahi waa arrin aad iyo aad u cajiiba marka tahtaduu diin la-aantaase u haystaan inuu runtii yahay wax xanuuna oo maaragtay iyagu se u arkayaan baa saasa dadkana ku ambinaya ilaahay subxaanahu watacaala ummaddan waxa uu furayaa inay noqdaan dad istiqlaaliyad leh oo ilaahay waxa uu la qimaya qaadanaya oo ku kalsoon oo ambiyadooda ku tiirsan awliya ilaahaya qul bal millata ibraahiima xaniifaa maya waxaanu raacaynaa diintii nebi ibraahim nakhtaar wanatabic wanacmal millata ibraahiima xaniifan diinta nebi ibraahimna dee nebi maxamed baa sheegoo waxa uu yihi diintii nebi ibraahim baa ilaahay uu igu soo diray si aan uga saaro qalqalooc ay dadku geliyeen oo aanu toosiyo wamaa kaana min almushrikiin nebi ibraahim mushrikiinta mu ahayn gaalada yuhuuddu waa mushrikiin oo cusayr bay yidhahdeen waa ina ilaahay kristankuna waa mushrikiin oo waxa ay ilaahay la caabudeen ciise mushrikiintan kalena qoryihii dhagaxaanbaabay dul fadhiyaan hadalkanoo kale waxaa la yidhaahdaa tacriid sarbeeb weeye haddii masalan qof aad la hadlaysa aad tidhaahdo dee waar anigu caynkaa mahi qof baa sheekaysanaysaana waxaad ku celcelinaysaa uun dee waar anigu beenaale mahi anigu dee tuug mahi hebelow waxaa halkaa laga fahmayaa waxa aan iska anfiyaada ah marka macnaheedu waxa weeye inkastoo dee aanu kugula garami karin oo hadal cad aanu ahayn wamaa kaana min almushrikiin nebigani mushrikiinta kamuu mid ahayn xaniif buu ahaa muwaxida idinkaa mushrikiina marka nin mushriki nin muwaxida siduu ugu abtirsan karaa ummaddan islaamka iimaanka wanaagsana miyirka qaba ilaahay aqbalayo wuu u laqimayo wuxuu yidhi quuluu aamannaa billaahi wamaa unzila ilaynaa wamaa unzila ilaa ibraahim ilaa akhir laaya waxaad tidhaahdaan waxaanu rumaynay ilaahay waxaanu rumaynay ilaahay iyo kutubtiisa iyo rusushiisa mana kala saarayna rususha iyo kutubta aamannaa billaah ilaahay baanu rumaysannay hadday iyagu yidhaahdaan ilaahay annaba waanu rumaysannay halkan dambe ku dhacayaan intan dambe ku dhacayaan ambiyada halkan ilaahay uu yidhi rumeeya idinku dadyow muslimiinta ahay waa ambiyada iyagu yidhaahdeen annagaa rumaysan nebi ibraahim nebi ismaaciil nebi isxaaq nebi yacquub asbaaduna waa innamadii yacquub 12 ahaa nebi yuusuf ka mid ahaa nebi muuse nebi ciise intaa iyo wixii kutub la siiyey oo dhan laa nufariqu bayna axadin minhum wanaxnu lahu muslimuun annagu kala saari mayne waanu wada rumayna ilaahay iyo malaa'igtiisa iyo kutubtiisa iyo rusushiisa waa arkaantii iimaanka weeye halkaasaa aynu ku kala hadhaynaa innaga iyo dadka aan muslimiinta ahayn waa kan ilaahay xusay alla waxa uu ihi fa in aamanuu hadday rumeeyaan bimithli maa aamantum bihi bimithli iimaanikum iimaankiinna oo kale faqad ihtadow way hanuuneen wa in tawallow haddii ay sii jeedsadaan fa innamaa hum iyagu fii shiqaaqin khilaaf bay ku sugan yihiin shiqaaq aad bay idin khilaafsan yihiin fasayakfiikahum allaah ilaahay baa kaaga filaan wa huwa assamiicu alcaliim kii wax walba maqlaya wax walba ogsoon weeye sibqat allaah quuluu natabicu sibqat allaah ilaahay diintiisaanu raacaynaa dhaha sibqat allaah ilaahay diintiisaanu raacaynaa dhaha oo mabdaa u cadaysta waman axsanu yaa ka wanaagsan cidina kama wanaagsanee min allaah ilaahay sibqatan xagga diinahaan ilaahay cidina kama diin wanaagsana diintaa islaamnimadu dadka u xulay wa naxnu annagu lahu ilaahay caabiduun
kuwa adooma u abaamahay oo isu dhiibay sidaa dhaha ayaa ilaahay wuu subxaana iimaanka ilaahay uu raalliga ka yahay islaanimada uu raalliga ka yahay waa taa nabi maxamed iyo asxaabta haysta taasaa lagu qiyaasaya waaye ilaahay taasuu taskiyeeyey taasuu hambaliyeeyey marka iyagu idinma qiyaasayaan arrimaha baqaayiista iyo akhlaaqda iyo qiyamka iyaga lagama eeganayo idinkaa la idinka eeganaya jaangooyadii iimaanka wanaagsan ee alla tixgelinaya ilaahay agtiisa qiimaha kale waa iimaanka nebi maxamed iyo asxaabtiisu lahaayeen marka waxaa ku tidhaahdaan war iimaankaa wanaagsan baa ilaahay u nafaraye haddii aa kaa rumaysaan waa hanuunteen hanuunku yuhuudnimo iyo nasraanimo iyo kuma jiro maalan yuhuudda haddii imika la weydiiyey ambiyada ilaahay waxa uu ka qabo ee wuxuu leeyahy anugu muuse waa rumaysta kan kale nasaaradu ciise waa rumaysta inkastoo dee ay u rumaysan yihiin inuu ilaahay ama ilaahnimada qayb leeyahy nebi maxamed ka waran ka ugu sahlan baa odhanaya waan ixtiraamaya haddii mid muslino mid soomaaliyo madow lagu dhaahdo la yar nuuneeyo dee nebi maxamed un weydii baa nebi maxamed ma rumaysanta haddii aanu markaa rumaysnaynoo dee fikraddan uu qaba wuxuu leeyahay waan ixtiraamaya nebiyada waan ixtiraamaya baan halkaas ka bilaabaya waan rumaysanahay afkiisa laga maqli maayo haddaanu dee munaafiqdayni may anugu dee nebiyada waan ixtiraamaya bu maxamed waan ixtiraamaya maxamed waan ixtiraamaya wuxuu kaga cararaya waan rumaysnahay dadka mu'miniintahay sidaasay u wada rumaysayn ambiyada ilaahay iyo kutubtiisa dhammaan laakiin dadka diimaha kale haystaa kutubtana qaar ka mida bay yidhaahdaan waan rumaysannahay ambiyadana qaar ka mida bay yidhaahdaan waan rumaysannahay waa iimaan dhantaalanoon ilaahay aqbalayn iimaanka dhammayska tirani waa kan ilaahayna wuu ku ammaanay nebi maxamed iyo asxaabtiisii aamana arasuulu bimaa unzila ilayhi min rabbihi waalmu'minuun kullun aamana billaahi wamalaa'ikatihi wakutubihi warusulih laa nufariqu bayna axadin min rusulih waqaaluu samicnaa waaacnaa gufraanaka rabbana wailayka almasiir saasaa ilahay uu ku ammaanay halkanna saasuu ku xusay faqad ihtadow waxaa halkaa laga fahmayaa diintan siday asxaabtii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam u fahmeen inaynu inaguna u fahmno waxay asxaabtu sawaabu arkeen iyo diin ayaynu arkaynaa waxay asxaabtu ka baydheen ee nebi maxamed ka dayriyey waa laga baydhaya waladiina tabacuuhum biixsaan buu qur-aanku ammaanay samafalka kuwa ku raacay asxaabtii nebiga waa wasadiyada iyo dhexdhexaadnimada ilaahay uu ku ammaanaya ummaddan aayaadka soo socda wakadalika jacalnaakum ummatan wasata ummad dhexdhexaada wey xagga caqiidada caqiidada dhexdhexaad baynu ka nahaoo dadka qaarkood ummadaha caalamka ku nool waxay dafireen macbuudba waxay yidhaahdeen ilaah la caabudaaba ma jiro ilaahayba ma jiraba wa subxaana allah qayb ka midhina cidaan ilaahnimo xaq u yeelanin ayay kula dulkufeen oo adiga arkayo dee makhluuq qayb ka mida bay caabudeen sidaa nabi ciiseo kale iyo maryami qayb ka midana way ka sii dareenna wax alla wixii ka soo horbaxaba waxay u qabs kanaaba ilaaha bay yidhah ilaahii horay tuurayaan dabeedna sanad walba ilaah cusub buu leeyahy iminka hindiya caalamka dee qayb dhanoo caalam ka mida weeye ilaahyadooda sanadkiiba marbaa la qoraa oo lasoo in fara badan oo ka mid a baddaa lagu daadinayaa sanadka dambe qayb kale lasoo qoraya caanaa lagu soo maydhayaa sanamyaashaa saasaa lagu caabudaya haddana waa la rawixinaya haddan saasaa lagu wadaya wa subxaana allah kuwaasina wixii ka soo horbaxaba ilaah bay ku sheegeen kuwanina wax ilaahoo jiraa ma jira bay yidhahdeen muxidiinta ahaa ummadani ilaahnimo ilaahay inuu jiro allah oo ka xaqa aha isagu cibaado xaq u yeesho inuu yahay ayay qireen ummadani saa darteed waa ummatan wasatan iimaankaa jaangooyada leh qiimaha badan wey wain tawallow fa innamaa hum fii shiqaaqin fasayakfiikahum ullah haddii ay sii jeedsadaan khilaaf bay ku sugayeen khilaaf shiqaaq waa khilaaf sibqat allah marka xagga horay raacsan tahayoo bal millata ibraahiima baynu soo marnay waxaa tidhaahdaan yuhuudna noqon mayna nasaarana noqon mayna millata ibraahim baanu raacaynaa sibqat allah ilaahay diintiisii baanu raacaynaa waman axsanu min allahi sibqa ilaahayyaa ka wanaagsan diin ahaan ilaahay waxa uu leeyay waradiitu lakum alislaama diinan waman yabtagi gayra alislaami diinan falan yuqbala minhu
الإسلام أيها إلهي أمدنا وقرر لنا مركة دين توقونا أكسر إلهي بعضات كان أدوري ونحن الله عابدون صدارها وحي سوي دين لي محاد دين الله الله أرمواي دين الله ومن أحسن من الله دينا السبقة نسك أدورت أبا الرموت باي علماء حسين آيات وحي حرير للاذي سبب النزول وطين هراو صحني سبب النزول كأولا فهمه وحو كاسا إذا معناها قرآن فهم كيس لمن كان آيات كو أي ديدي فين أيان سيبا نصارة أيا وحي عادو لها أن المهم مركو لا شو تضبع شاتيرو أيا لصو قاد أيا بيا سباق له أيا دفل سين أيا كل كبيا هالا قليو باب كو هيا المهير إلا قصو سارو أيا الأوران أيا إم كو كريستن هكاك سينيه intii hore maynaan hubina kol hadaynu biyaha juqsiinay imika ha biyo la galiyay miskiinka yar imiku kristan agaagsan yahay kol hadaynu si baaqaynay waa kuwan hinduuska laftoodu de waa kuwan si baaq halkan aad ku arkayso hindidan daan mushrikiinta waa kuwan si baaq saay sumariya qaarkoodna farta aan arinaadu khatar weyn kolkaas ay dabeetana si baaqaas ay wadan jireen halkaas ay ilaahay uu soo dajiyay aayadkan oo kaasi ma aha diin iyo sibaaq qofka qabanaya sibaaq qofka qabanaya iyo midabka aan muqaalkiisa iyo macnawiyadkiisa ka fuqeyn waa diinta weeye kan arorta marka saabuun lagu maydho ka maydmay laakiin iimaanka iyo akhlaaqda iyo qiyamka iyo dhaqanka diintani leedahay qofka way ka muuqanayaan macnawiyadkiisa iyo muqaalkiisa labadaba ummada way ka muuqanaya ummadaha dhan way kaga duwantay sida darteed iyada oo diintu ah mid dadka bedesha sida rinjiga gidaarka la marinaya uu u bedelo daraadeed baa Ilaahay sibqa ugu sheegay diintu haday dadka bedeli waydo oo dhaqankoodii waxba ay ka sixi waydo oo iyaga iyo jahiliyadu isku muuqaal eegaadaan oo isku mawaaqif eegaadaan de sibqata Allah ma haysta gidaar kariimka hadduu marka la rinjeeyay markii uu rafka ahaa talbiista waa soo kala duwanaa وكلام موقال روي مركا ومدى مواقف تيدا يدقن كيدا يموقال كيدا انتبا وين سبقة الله يا شان ومدى اسلام كوا لها سبقة خاصة وحي الله هذا هاي موقال كارا مميزات كارا وحيابا اي كقد وانت ومدى كلاشرة سادر تذبا الى هاي وغوت الباب الدين تيسا سبقة قل وحات الى نبي محمد اتحاجوننا في الله ما الى هاي بان اقول الدو ديسا وهو ربنا وربكم انقي يا اذن كبايسك ربي نوضا ولنا أعمالنا أنجو عمل كيجانو لنا ولكم أعمالكم إذن كنا عمل الذي إنا لذيهن تذكي النجالة هاو ونحن أنجو لهم مخلصون أنجو إلهي داعت بانونا أو نسافي إلينا عبادته أم تقولون ما وحى عنا إنسان يهودي النصارى ذي بإلهي ودير فيني إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط أنت أصدمي نبي إبراهيم يا إسحاق يا أيوه يعني إسماعيل يا يعقوب نبي إبراهيم يل إنما ذي سنوردن معناه يسقون بكفر عين إسماعيل إسحاق يعقوب يا أسباط أنت تاسي ما وحى الذين كانوا وحى أهاين هودا أو نصارى يهود بيهاين أمام كريستن ما سيدا صلى شير إيمان إيسا ودتك أوش يجي سنبو إلى هاي بل ضاده إلى هاي وفرايك قل وحى تلا نبي محمد ولا ضاده أأنتم أعلموا ما يدين كأوجيب بضن أم الله مسا إلهي الله أعلم إلهي ما قرني ومن أظلم يا كجرد رب ذنب إلهي ممن عدة كتم قريي شهادة مرخاتي عنده أكتسى هذا مرخاتي وأجيه من الله إلهي حقي سكين مرخاتي إلهي وأجيسي قفك قريي يا كطل مبضن عدنا وما الله إلهي موهان بغافل متكور لعما تعملون وحصمين ليس إلهي وأجيه حلقة إلا يو حسنين إنسان كل الدول هاي حقالوي تلك أمة قد خلت أنبياء ذاتك توا أمة تكتي لها ما كسبت بحي أي أمة داس الشقي ستين بال لاذا ولكم ما كسبت من ذنكنا وحا أشقي ستين بال لاذي ولا تسألون عما كانوا يعملون وحي سمين يين ليذين ويدين مايو أعيد والبي لها عمل كيدو كو أبالينيا وضدوي إريق قل أصان نغنقنيا وأسلوب التلقين إلهي بقول الله قيمه سبحانه نبي محمد أصحاب تيسا ومضى إسلام قفك مسلم كامر كي ضادية دليل نقطة دين لحجر عيدك كما قولي سنيس
haduu dee aqoon leeyahay wey haduu jaahil yahay oo diintiisa waxba ka garanayn dambe waa loogu cabbiye oo wixii la doonaa laga dhargin karaa e haduu waxuun garanayo arrimaha caqiidada wax ka garanayo dee waa kan ilaahay u laqimay sidaadhe oo sidaadhe oo sidaadhe marka miiska dooda la isugu yimaado kii waliba uu iska aamusa atuxaajuunana fillaah war ma ilaahay bayn isku haysanaa ma ilaahay waxdaaniyadiisii iyo keli noqoshadiisii xaquu leeyahay ayaynu isku haysanaa ma halkaasaaba taagan tihiin wa huwa rabbunaa wa rabbukum labadeennaba isaga ilaahay noo oo maxaa idiin diiday ereygaasu waxaan kale ilaahay ku barbar wadaan ma iska daysaan annaguna camalka yagaanu leenahay idinkuna camalkiina walana acmaalunaa walakum acmaalukum macnaheedu waxa weeyaan dee annaguna camalka yaga waa kaasoo waa muuqanaya idinkana wuu muuqanayaa lakum diinukum weliya diin bay isugu biyashubanaysaa markii ay diideen xaqii iyo sawaabkii ayaa la leeyahay ka beri noqdo ha u khushuucin oo iyaga ha isu dhuldhigin oo ha u mujaamalaynina wa naxnu lahu mukhlisuun sidaa u caddeeya annagu ilaahay baanu mukhlisiin u nahay mushrikiin ma nihin ilaahay cid kale lama caabudayno awlaad uma sugayno ilaahay baanu daacad u nahay ilaahay wuxuu yidhi addana subxaana mar kaluu ku celiyo ma waxaa odhanaysaan intanoo nebihii kaanuu huuddana u nasaara masaasaa leeda yahuud bahaan iyo nasaara labada waa la yaqaanaa yahuud iyo nasaara waxay yihiin masaasaa odhanaysa ha odhanina hadday yidhaahdaanna waxaad ku tidhaahdaa qul a antum aclamu am illah ma idinkaan warka idinka qaadanaa ogi badan mise ilaahay marka dee ilaahay baynu ku jawaabaynaa allaahu aclam ilaahay baa garanaya inoona sheeg wixii xaqiiqadu ay ahayd in la qaatana weyta warbixinta ilaahay iyo warbixinta makhluuq marka iskhilaafto qofka muuminka ah wuxuu qaadanayaa warbixinta ilaahay subxaana hadday gaalada wax badan daldalaan oo wax badan diraaseeyaan diinta ilaahay iyo qur-aankuna wax sheegayaan qur-aanku waa inuu qofku rumaystaa kitaabka qur-aanka iyo ilaahay subxaana watacaala warbixintiisa oo aanu iyaga waxba ka qaadanin hadduu laakiin yidhaahdo sidanaa la sheegayaa sidanaa akhiiran la gaadhay oo taasaa caalamiiho tanaa la sheegay waynu qur-aankii kasoo dulbooday un subxaana allah ilaahay wuxuu nimankii ku eedeeyey arrin weyn waman adlamu miman katama shahaadatan cindahu min allah yaa ka dulmi badan miman katama katama waa qariye weeye markhaati cindahu markhaati u hayay oo yaa u sheegay min cindi illaah markhaati ilaahay uu u sheegay qofka ilaahay uuhi waxaaya waxaa dadka gaadhsiiyo markhaati ka noqee qariyey waa markhaati diineed qofka qariyey yaa ka dulmi badan cidina laa axada adlamu minhu kaasaa ugu dulmi badan oo sideedaba markhaatiga in la qariyaa waa jariimad weyn markhaatiga diineedoo lasii qariyaana waa jariimad kasii daran marka iyagoo ogsoon nebi maxamed iyagoo ogsoon qur-aanka iyagoo ogsoon ummadda islaamka iyagoo garanaya yacrifuunahu kamaa yacrifuuna abnaahum baynu arki doonaa sida ubadkooda ay u garanayaan bay rasuulka u garanayaan ayay dafireen wama allaahu biqaafilin camaa tacmaluun hanjabaadaadu weyn weeye ilaahay ma mooga oo kama warla'a waxaa samaynaysaan ilaahay wuu og yahay waxaa samaynaysaan haddii lagu yidhi qofkii madaxdaad ahaa ama mas-uulkii hebele awoodda lahaa waxaad maanta samaysay wuu og yahay sawirkaad bixinaysa waa maxay waa in badan inay jooradda dhigayso iyagoo baqanaya bal ka waran ilaahay boqorkaha baa lagu leeyay wuu ku og yahay waxaad samaysay ilaahay subxaanaha hadda wuu kaa warhayaa ilaahay marka waa tahdiid aad iyo aada u adag gebagabada ilaahay uu saaray waxa weeyaan ambiyadaas cidda ay ahaayeen ilaahay isaga caddeeyey ummadda islaamka ayaa ku abtirsan karaysa yuhuud iyo nasaarana malcuuniina aynamaa thuqifu saasaa ilaahay u nacdalo gaar buu ka dhigay allah subxaana wa tacaala.